هلو يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وسعادة. اهلا بيكم في فيديو جديد ومفيد كالعادة في قناتي. النهارده يا بنات هنعمل مع بعض ميك اب لوك جديد. الميك اب ده هيبقى ناعم قوي غالبا النهارده، يعني انا ناويه على كده، فان شاء الله يكمل معايا ويبقى ناعم. ولكن الحلو النهارده في الفيديو ان احنا هنستخدم منتجات تقسيم. ايه هي منتجات التقسيم دي؟ دي منتجات بتكون زي مثلا الفاونديشن ب 1000 جنيه، فاونديشن ب 1200، فاونديشن زي هدى بيوتي ده غالي جدا. طب انا عايزه اجربه، انا كبنت عاديه، بلاش اقول لك كميك اب ارتست، انا عايزه اجربه وعايزه كميه منه تكفيني كاستخدام شخصي، ولكن مش عايزه ادفع 1200 في فاونديشن. اقدر اجيب منه ربع، اقدر اجيب منه نص. كذلك ده على كل براندات الميك اب الغاليه والرخيصه. حتى لو عايز تقسمي حاجه رخيصه هتلاقيها برده عند الجروب اللي انا هسيبه لكم تحت في صندوق الوصف، هسيبه لكم كمان في اول كومنت مثبت. لو عجبك اي حاجه من اللي انا بستخدمها في الفيديو ده تقدري تاخدي اسمها او تاخدي سكرين شوت ليها وتبعتيها للبيج دي او للجروب اللي انا هبعته لكم، وهي هتقول لكم بالظبط على الاسعار. طبعا هقول لكم على الاسعار كده كده عشان لو حد عجبه حاجه تبقوا عارفين. النهارده محتوى الفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده واشتراك كمان في القناه لو بس ما اشتركتيش لحد دلوقتي، وكومنت حلو تحت الفيديو، ويلا بينا نبتدي على طول. هتبقى حاجه حلوه تشربوها كده، الفيديو ده هيطول شويه وهيبقى فيه شويه رغي كده، عشان لو في حاجه حلوه مش هسيبها الا لما اقول لكم. حاجه هبتدي بيها هي الخطوه الطبيعيه خالص، ان انا بقفل مسام الوش بتاعتي بالتونر ده من ايفا، كنت كلمتكم عنه كتير قوي قوي. انا حبيت التونر ده زي ما قلت لكم ان هو بيشد البشره شويه ومش حساته. ان انا عايزه اقول لكم وانا بحطه على القطنه قوامه شويه يا بنات عامل زي الجل، كانه في ترطيب، كانه في الكولاجين فعلا، ان اللي هو بيقول ان هو مكتوب عليه تمام كده. بصوا انا هبدا احطه على الوش كله كقفل مسام، وكمان بنضف البشره من اي ترسبات نهائيه كده كانت. تبقى طبعا غاسله وشك قبل ميك اب كويس، ولو هتحطي ميك اب فول ميك اب زي كده، يعني حاجه بقى فاونديشن وباودرز والمراحل اللي احنا بنعملها دي كلها، يفضل ان طبعا تكوني مهيئه البشره كويس، حتى ماسكاتك، عامله صنفره قبل الميك اب، عامله شيفنج، الكلام ده كله بيساعد ان مظهر الميك اب النهائي يبقى حاجه ثانيه. هستخدمها معاكم هو البرايمر ده بتاع شي جلام، هستخدمه ده قديم، ده مش جديد طبعا، هستخدمه بس على المناطق كده اللي في النص دي اللي هي فيها مسام، او اللي انا عايزاها تظهر اكتر مناطق ما فيهاش عيوب. بصوا بقى اول حاجه هنجربها النهارده منتجات التقسيم هي الفاونديشن ده بتاع شوباريل. الفاونديشن ده واخد ضجه فظيعه الفتره اللي فاتت، تعالوا نفتحه مع بعض اوريه لكم من جوه. بصوا هو ده شكل الفاونديشن كله اللي انا جايباها النهارده دي يا بنات، درجه 0.3. الدرجه دي انا عملت فيها سواتش على ايدي كده وحاسس ان هي غامقه شويه، فانا كده كده كنت جايبه الميكسر بتاع لاجيرل، انا جايبه منه الابيض وجايبه منه الاصفر كمان معايا تحت، بس مش هنستخدم الاصفر النهارده في حاجه. ده بيبقى انا جايبه منه ربع تمام. ده كل غرضه ان انت مثلا عندك فاونديشن غامق عايزه تفتحيه بتحطي عليه النقط البيضاء. طب الاصفر منه بيعمل ايه؟ لو انت عندك فاونديشن الاندرتون بتاعه اصفر او الاندرتون بتاعه محايد وانت عايزاه يدي على صفار اكتر، الاندرتون بتاعك انت مصفر اكتر، فبتظبطي الحاجات دي. طبعا لو انت ميك اب ارتست مبتدئه او انت لسه بتتدربي ان انت عايزه تبقي ميك اب ارتست، حاجتين زي دول الابيض منه والاصفر منه لازم يبقوا عندك دايما، علشان خاطر البنات عامه درجات بشرتها مختلفه. طبعا اللي هتجيلك كل يوم غير التانية غير اللي قبلها غير اللي بعدها، مش هتحط لهم كلهم نفس لون الفاونديشن ونفس لون الكونتور ونفس لون مش هينفع. لازم تظبطي ده على حسب عينيكي وعلى حسب طبعا رؤيتك للبشره اللي قدامك. سامحوني لو بتكلم كتير، بس زي ما قلت لكم الفيديو ده هيبقى رغي. انا قبل يا بنات بس ما احط الفاونديشن ده، عشان انا كنت عملت منه تستر على ايدي لقيت ان هو بينشف بسرعه جدا، فكل اللي هعمله ان هاخد دلوقتي السبراي ده بتاع شي جلام وهبدا ان انا ارشه على البشره علشان ما ينشفش الفاونديشن. بصوا بقى هاخد ظهر اي حاجه كده اي باليت عندي، هبدا ان انا احط منها نقطه من الفاونديشن بتاع شوباريل ده. انا حسيت ان درجته بصراحه يعني غامقه شويه. بصوا انا حطيت بامب واحده بس، اوكي بامب واحده بالشكل ده، وهاخد الميكسر الابيض يا بنات هحط منه نقطه بالظبط. انا حاسه انا عايزه افتحه قد ايه، ما انا مش عايزه اشد عليه قوي برضو، انا بشرتي مش فرق فظيع بينها وبين 0.3 دي، فهعمل كده هدمجهم دلوقتي باي براش عندي ونبدا ان احنا نشوف هنعمل. بصوا كده درجه الفاونديشن افتحت شويه، تعالوا بقى نبدا نابليكيتد على البشره واحطه بنفس الطريقه اللي انا كلمتكم عليها مؤخرا. الطريقه دي رهيبه رهيبه رهيبه. هاخد بالكابوكي براش كده عندي، هاخد منها نقطه نقطه مش اكتر من كده، وهبدا ان انا افردها على البشره بالشكل ده. مش هاخد غيرها، يا نهار ابيض ايه ده، هي نقطه حرفيا، انا ما كملتش نقطه من البامب اساسا. ايه ده، يعني هو حرفيا نقطه نقطه واحده بس،
طبعا لو حطيتيه بطريقة تانية، انتوا شايفين صح؟ شايفين؟ انا كده بحط نقطة نقطة. بصوا الفرشة لسه فلافي زي ما هي، وده معناه ان انا مش باخد برودكت كتير. بصوا الفاونديشن زي ما هو، زي ما هو على الباليت. هاخد نقطة كمان واعمل الجبهة. بنات هو مبدئيا على الكاميرا على الموبايل انا حاسة ان هو فول كفر، وانا تقريبا ما استخدمتش ربع البامب بس، فهشوف كده في المراية واقول لكم الكفر بتاعه عامل ازاي. هو الكفر بتاعه عالي قوي على فكرة، ولكن انا عشان حاطة منه كمية بسيطة، فبتيجوا نخليه كفر كامل، ازود لحد ما نخليه كفر كامل. عايزة اشوف، عايزة اخد منه اقصى استفادة. خلي بالكم ان الفاونديشن ده لو انتي ميك اب ارتست، اوه انتوا شايفين صح؟ انتوا شايفين الكفر بتاعه عامل ازاي؟ خلي بالكم بينشف بسرعة الفاونديشن ده، بان من اول استخدام ليا فيه وانا بعمل له سواتش. مجرد ما بينزل من البامب عايز استخدام فورا. ولو انت من النوع اللي بتمسكي البراش اللي هي بتبقى الفلات، وتبدأي تحطي على وشك ماسك كله من الفاونديشن وبعدين تدمجي، هينشف منك. خلي بالك ان الفاونديشن ده معنى ان هو بيعمل كده ان هو ممتاز لاصحاب البشرة الدهنية، ولكن نظرا لتقله تقيل قوي. خلي بالكم تقيل قوي، ولكن مش تقيل على البشرة، عشان ابقى بوضح. هو تقيل في الكفر ولكن مش تقيل على البشرة. بصوا كده انا تقريبا استخدمت البامب كلها، فاضل كده حاجات بسيطة قوي بس. بصوا عامل ازاي، يعني مش عارفة احركه تقيل. بصي يا بنات انا كده شفته طبعا على الكاميرا، هو طبعا فل 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 كفر، ما فيهوش كلام. ده العرايس وش، سواء خطوبة، متهيألي لو زفاف هو مش الماتريال اللي اقدر احطها للزفاف، ولكن لخطوبة لو عايزة كمان لسواريهات بس حد عنده عيوب جامدة وعايز تعمل له حاجة فل كفر، الفاونديشن ده هيبقى رهيب. في اضافة حلوة قوي ان هو فل كفر بس مش طبقة، يعني خفيف نوعا ما مش تقيل، ولكن زي ما قلت لكم لازم 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 يكون لاصحاب البشره الدهنيه. لو انت بشرتك مختلطه لازم تحطي مثلا تحتها الجل بتاع كريولان اللي هو الاخضر، او تحطي مرطب قوي جدا جدا جدا. انما لو انت بشرتك جافه، مش جافه على فكره بس انا حاليا في الصيف مختلطه، ولكن لو بشرتك جافه بشكل عام او انت في الشتاء خلي بالك الفاونديشن ده هيبهدلك. بصوا بقى يا بنات، تاني حاجه هنعملها النهارده وهي الباليت دي بتاعت روز بيري. الباليت دي انا اول مره اجرب حاجه من روز بيري على فكره. الباليت دي الباليت اللي هي شبيهه بتاعت ميك اب فور ايفر، بس اللي هي بتاعت البلاشر. بصوا ده شكلها من بره كده زي بالظبط ميك اب فور ايفر، يعني هي الدوب بتاعتها بالظبط. تمام، بصوا هي ليها زي تكه كده، وده شكل الباليت من جوه يا بنات، فيها درجات بلاشر مختلفه. تمام، تعالوا مع بعض نجرب نحط منها على البشره، بس برضو هحطها بنفس التكنيك اللي انا بحطه في العادي، اللي هو هاخد من البراش الكابوكي واحطها على هيئه يعني حاجه مدموجه اوريدي. فتعالوا مثلا ناخد اللون، مش عارفه، تعالوا ناخد انهي لون، تعالوا ناخد اللون ده البينك ده ونشوف هيبقى الكفر بتاعه عامل ازاي. بصوا هو تقريبا مش طالع، لا طلع اهو، بس طبعا اكملنا انا بحطه اصلا مدموج. ف اوكي هو كده كده وظيفة البلاشر اللي هي الكريمي ان احنا بنخلي بيه البلاشر اللي احنا بنحطه النهائي اللي هو الباودر يثبت اكتر. انا كان المفروض احط الكونسيلر بس نسيت، عماله اجرب المنتجات الجديده الاول عشان اكسايتد قوي ليها، فعماله بجرب الجديد. بصوا انا هحاول النهارده ما اكترش اللوك قوي، اخليه على قد ما اقدر، ان وشي خاسس الفتره دي فمش عايزه اعمل كونتورنج قوي، يكفي بالباودر بس النهارده. بصوا كده انا حطيت البلاشر، الدرجه دي حلوه قوي، هي الدرجه اللي على الشمال دي حلوه قوي. طبعا تقدروا تعملوها بالطريقه الاعتياديه بتاعتنا، ان هي ان انت تجيبي برضو اللي هي الفرشه الفلات وتبداي تحطي بيها نقط كده وتدمجي بقى بالبيوتي بلندر او اي حاجه. بصوا هو انا مبدئيا ما باخدها كده مثلا، حاسه ان البيجمنت بتاعها حلو وسط عشان ما اكذبش، ولكن برضو
تقضي الغرض لو في اي ميك اب ارتست مبتدئه. الباليت دي انا فاكره سعرها كانت ب 180 جنيه، فسعرها حلو قصاد كل الدرجات اللي انت بتستخدميها دي، قصاد كمان ان هي مش كريميه مزيته كده. في حاجات شفتها البراندات اللي هي بتبقى رخيصه شويه دي بتبقى مزيته، ما بحبهاش، تحس ان هي عامله زي ما تكون يعني حاجه بايظه كده. بس دي حلوه. تمام، دي كده. تعالوا بقى دلوقتي يا بنات هحط الكونسيلر ده بتاع ايج رواين درجته 0.6. انا عارفه الكونسيلر ده انا مش اول مره استخدمه، وده مش من ضمن المشتريات. وفي حركه حلوه قوي 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 بعملها في الكونسيلر ده، اعملوها عشان بجد هتكتشفوا ان انتوا كان فايتكم كتير قوي، وهي ان انا بشيل التب اللي فوق اللي هي بتبقى الاسفنجه دي، لان دي بتشفط كميه كونسيلر فظيعه وبتخلص لكم البرودكت في ثواني، وهو بيكون اصلا ثلاث ارباعه مشفوط جوه الاسفنجه دي. هاخد دلوقتي يا بنات البراش الصغيره دي وهبدا ان انا افرد الكونسيلر كده على العين. دلوقتي بقى هنستخدم البلوس باودر دي بتاعت اير سبان. البلوس باودر دي حلوه قوي من الباودرز الدراج ستور، سعرها حلو جدا. انا جايبها برده من عند نفس البنوته، عندها منها كامله وعندها برده تقسيم. هي بتيجي سبونج غريبه زي كده، انا عايزه اجربها لاني حاسه ان هي شكلها غريب قوي. تعالوا نجرب الايفكت بتاعها يبقى عامل ازاي. عايزه اقول لكم ريحتها زي ريحه باودر الجسم كده، تحسوا ان هي فيها برفان، ريحتها بالظبط زي باودر البيبي. الباودر دي انا جايبه منها الدرجه الشفافه بتاعتها عشان اخد منها الكفر بس او التثبيت من غير ما اعمل اي كفر على البشره، فانا حابه تثبيتها وحاسه شكلها ناعم على البشره، يعني حاسه انها حلوه. طبعا تثبيتها بقى للميك اب وكده ده هنشوفه بالوقت اكتر، النهارده مجرد تجربه بس. تعالوا بقى دلوقتي للحواجب. هستخدم معاكم ده، انا جبت من عندها ربع جل. بصوا هو ده شكله من قريب، هي كاتبه عليه ان هو ربع ولا ايه، ربع واكس نوت. تمام، ده جل الحواجب اللي هو الشفاف بتاع نوت. الجل ده واخد يعني صيت فظيع الفترة اللي فاتت، ان هو تحفة وفظيع نظرا لسعره وكميته كبيرة، فهي بتبيع منه كمان تقسيم، انا جايبة منه ربع بس. تعالوا نجربه مع بعض. انا مش هكذب عليكم ان ده جربته قبل كده، يعني ده جربته ونزلت بيه وعجبني بصراحة، بس تعالوا نجربه سوا. انا خدت منه على اي سبولي زي كده بتاعت رموش او بتاعت حواجب، وهبدأ ان انا ارفع الحاجب على فوق الاول، بس هسرحه كله كده بالواكس عشان ادخل الواكس فيه، بعد كده هبدا ارفع على فوق. بصوا انتوا شايفين بيحصل ايه في الحواجب، انا عايزه اقرب لكم بس. الحركه دي يا بنات هي اللي بتمكنكم ان انتوا ترسموا الحواجب شعره شعره، علشان الحركه دي هي اللي هترسموا على اساسها. تمام كده، شايفين الفرق اصلا، الحاجب رفع اترفع لفوق، وكمان السمك بتاعه اتغير. تعالوا كمان الناحيه الثانيه، بس يعني نصيحه صغيره طبعا اني مش اول مره اجربه، بتاخدوا كميه بسيطه جدا. نجيب فرشه برسايز قوي كده بتكون رفيعه قوي من قدام، شايفين رفعها عامل ازاي، رفيعه قوي. وهجيب باله الحواجب بتاعتي وهاخد منها الدرجه دي، درجه الجل البني دي، وهبدا ان انا ارسم بيها الحواجب شعره شعره. تعالوا نشوف هنرسمها ازاي. استنى الحواجب بطريقه الشعره شعره زي ما انتم شايفين، عايزه اقرب لكم اكتر عشان تشوفوا تفاصيل الحاجب. هو الشعره شعره دي بتبقى ان انت ما بتمليش الحواجب بكثافتها كلها، فبصوا لو شايفين الحواجب شعرها باين، وفي نفس الوقت الشعيرات اللي انا رسمها كمان باينه. دلوقتي بقيت هستخدم الكونسيلر ده دلوقتي، ده بتاع ام ان عادي، انا بستخدمه بس كبيز للاي شادو، احطه كده وهبدا احطه على الجفن كله علشان اظبط العين. دلوقتي يا بنات هاخد الباليت دي بتاعت فروت، الباليت دي بتاعت ميس لورا لو تعرفوا، كنت قلت لكم جبتها من تونتون. الباليت دي كانت ب 60 جنيه تقريبا، بس حبيتها قوي حابه اجرب فيها الوان كتير. هاخد منها اللون الشمر الازرق ده وهحطه فوق العين كده.
دلوقتي يا بنات هاخد الباليت دي بتاعت فوريفر فيذر بتاعت شي جلام، وهاخد منها اللون الازرق الغامق قوي ده، وهبدأ احطه على الاوتر كورنرز اللي في العين. يا بنات هاخد الباليت دي برضو بتاعت شي جلام، بس الباليت اللي هي البينك، وهاخد منها درجة اللون السماوي دي وهحطها في نص العين كده فوق. يا بنات خلاص خلصنا الاي شادو، هبدأ ان انا اخد القلم ده. القلم ده غير القديم بتاعي، القلم ده جبته من عند نفس الجروب برضو، ده براند كيس بيوتي، تمام، هو بالشكل ده، وهنبدأ نستخدمه في رسم الايلاينر وهقول لكم ايه اخباره. كده يا بنات خلاص رسمت الايلاينر زي ما انتم شايفين كده، انا عجبني جدا جدا بالظبط، ما يختلفش كتير قوي عن القديم اللي انا دايما بستخدمه معاكم. يا بنات هروح اركب الرموش دي، الرموش دي كانت من عند شي جلام، هروح اركبها وارجع لكم على طول. ودلوقتي يا بنات هستخدم الكحل البيج ده بتاع ريمال، هبدا ان انا احطه في الووتر لاين كله من جوه واسحبه كمان لبره شويه. بنات هاخد قلم كحل لونه بني بتاع فلورمار، وهبدا ان انا احدد الووتر لاين كمان، بس هسحبه على بره بحيث ان اوسع العين قوي. دلوقتي يا بنات هاخد من الباليت دي بتاعت فوريفر فيذر، هاخد منها اللون الازرق ده، وهبدأ ان انا امشي بيه على الخط البني اللي انا عملته. بنات هاخد قلم الكحل ده، اي قلم كحل عندكم من MN، وهبدأ ان انا اعمل بيه الاقرب قوي 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 من الووتر لاين بحيث اظبط الرسمة بتاعت العين من تحت. شايفين يا بنات الرسمه ظبطت ازاي؟ يا بنات هاخد نفس لون الجليتر اللي انا حطيته فوق، وهبدا ان انا احطه نقطتين كده من تحت الووتر لاين. اظن شايفين الفرق، مش محتاجه اتكلم، فظيع. يا بنات هستخدم المسكره دي بتاعه شي دو، المسكره دي برده كنت جايباها من تونتون بس نسيت اوريها لكم في المشتريات الاخيره. المسكره دي انا برده لسه جايباها جديد وقد التجربه، يعني هي براند كده لسه نازله جديد. تعالوا نحط بيها المسكرة على الووتر لاين. تسكن، وهاخد منها الدرجة اللي وقعت دي. يا بنات هاخد باليت البلاشر دي، وهاخد منها اللون الهادي قوي اللي هناك ده، عشان مش عايزين نحط الوان كتير، لان اللون اللي احنا حاطينه الازرق بالذات مش عايز الوان كتير اطلاقا، فيعني عارفين انتوا اللي هو تاتش كده. ودلوقتي يا بنات هحدد شفايفي بالقلم ده برضو بتاع فلورمار اللي هو لونه بني، هحدد بيه شفايفي كويس. دلوقتي يا بنات اللون ده من مايت سينما، لون بني كده، اللون ده بنات درجته 205.
ودلوقتي يا بنات هستخدم طبعا الهايلايتر القمر بتاع أفرا اللي هو الباليت الكاملة دي، وهنبدأ نعمل هايلايت على الوش كله تقريبا. وبس كده يا بنات، كده خلاص نكون خلصنا اللوك بتاع النهارده وجربنا المنتجات الجديده اللي احنا جبناها سوا. عايزه اعرف رايكم ايه تحت في اللوك. زي ما انتم شايفين كده ان اللوك عجبني جدا، وبقالي فتره طويله قوي نفسي اعمل حاجه زرقاء، بس كنت عايزه اعمل حاجه شكلها يعني مش عارفه انا عايزه اعمل ايه، بس احنا حاجه زرقاء. فانا النهارده بعد ما خلصت اللوك حاسه ان انا شبعت شويه من اللون الازرق، حاسه اني محتاجه اعمل حاجه تانية. بس النهارده على قد ما اقدر، هو كان لوك بسيط ما فيهوش الوان كتير، تقريبا الاي شادو كله لونين بس، فكان سهل جدا. بس عجبني الدرجات وعجبني التركيبه بتاعته. قولي تحت انتوا كمان ايه رايكم في اللوك، وما تنسوش لو حبيتوا تستخدموا اي منتج من المنتجات اللي احنا جبناها النهارده التقسيم تقدروا تشتروها تحت من عند لينك الجروب اللي انا هسيبه لكم في صندوق الوصف، وكمان في اول كومنت المثبت خشوا واسالوها. ولو عجبكم اي منتج اعملوا سكرين شوت او افتكروا اسمه وروحوا اسالوها عنه. كمان يا بنات هسيب لكم كل اسامي المنتجات اللي احنا استخدمناها تحت في صندوق الوصف، عشان حابين تعرفوا اي حاجه بدرجاتها هتلاقوها في صندوق الوصف. اتمنى يكون الفيديو عجبكم واستمتعتم بيه. كمان ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك كمان في القناه، واستنى الكومنت بتاعكم تحت الفيديو. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد بكره، مع السلامه.